قراءات دعم النقل المدرسي بالعالم القروي لفريق العدالة والتنمية. شكرا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لدعم مصاريف الصيانة وتسيير لحافلات النقل المدرسي ولا سيما في العالم القروي. شكرا لكم سيدة النائبة المحترمة. دكتور سيد الوزير. شكرا سيدة النائبة. الوزارة تولي أهمية كبيرة للنقل المدرسي في العالم القروي، بحيث تعد من ضمن آليات الدعم الاجتماعي إضافة إلى آليات أخرى، ويحظى العالم القروي بالأولوية والأسبقية سواء في برنامج تيسير أو في برنامج مليون محفظة، وكذلك برنامج الاستفادة من إطعام والسكن الداخليات، وكذلك من النقل المدرسي. بحيث إذا رجعنا إلى الإحصائيات سنلاحظ بأن عدد المستفيدين من النقل المدرسي في 2008-2009 لم يكن يتجاوز 2200 مستفيد. الآن أصبح عدد المستفيدين في سنة في موسم الدراسي 2015-2016 132,111، بمعنى زيادة أو بزيادة بنسبة زيادة تتجاوز 5496%، وتمثل الإناث حوالي 44%. أسطول النقل المدرسي كذلك عرف تطور من 2009 إلى 2016، بحيث بلغ عدد الحافلات في الموسم الحالي 1758. يساهم في هذا المجهود سواء الوزارة بميزانيتها وكذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبعض الشركاء من جمعيات المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية. وشكرا. شكرا السيد الوزير. تفضلوا السيد النائب المحترم للتعقيب. شكرا السيد الوزير. نشكر الحكومة على المجهودات اللي كتبذلها من خلال الأكاديميات والسلطات الجماعات والجمعيات. طبعا لا ينكر إلا جاحد المشهد الجميل اللي كنلاحظوه في الطرق القروية، تلاميذ وتلميذات اللي كيمشيون في الإعداديات لهذه المدارس والداخليات، وهذا مجهود مشكور. مازال نحتاج إلى توسيع القاعدة الجماعات اللي غتستفيد من النقل الحضري، خصوصا الجامعات ذات المسالك الوعرة، الجامعات القروية عندنا في إقليم تطوان مثلا، جامعة ولاد علي منصور جامعة جد صعبة المسالك ديالها. كاين السيد الوزير لفت انتباه ديالكم أن هذا القطاع هذا كيحتاج تعاون بين عدة وزارات، ومنها وزارة الأوقاف اللي عندها تلاميذ ديال الكتاتيب اللي كنسميهم محاضرة، اللي هما ما كيستافدوش من هذه الخدمة ديال النقل المدرسي في العالم القروي. كذلك يحتاج الامر التعاون مع وزاره التجهيز باش يكون هناك واحد المرونه في دفاتر التحملات، يمكن حتى التعليم الخصوصي يمكن له يدخل هذا القطاع، يعني بروح المواطنه اللي كيشتغل بها هذا القطاع. فلهذا السيد الوزير كنطلبوا مزيد من يعني العنايه بهذا دعم النقل المدرسي في العالم القروي. شكرا. شكرا. كنشكر السيد الوزير على حسن المساهمه في هذه الجلسه. ننتقل إلى القطاع. نعم، تعقيب إضافي. تفضلوا سيدة النائبة المحترمة. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، المبادرة ديال دعم النقل المدرسي بالعالم القروي مبادرة طيبة للقضاء على ظاهرة الهدر المدرسي، وخصوصا من بعد المبادرة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن للأسف هذه المبادرات يطالها في بعض الأحيان ببعض الجماعات مثل جماعة زوطة التابعة لإقليم صفرو، وبالخصوص دوار عيشون. يتعرض أطفال هؤلاء الدوار للحرمان من الاستفادة من سيارة النقل المدرسي عقابا بسبب انتماءات اولياء ابائهم لانتماءاتهم السياسيه، فيتعرضون الى الابتزاز الانتخابي. فنرجو منكم السيد الوزير ان تتحركوا يعني تفضلا منكم لانصاف هؤلاء الاطفال في هذا الدوار. وشكرا. شكرا السيده النائبه المحترمه. تفضلوا السيد الوزير. فقط أن أذكر السيدة والسادة النواب بالخصوص أن الكثير منهم أعضاء في المجالس الإقليمية بأن القانون الجديد أدرج من ضمن اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم النقل المدرسي بالوسط القروي كاختصاص ذاتي،
وبمقتضى القانون التنظيم الجديد. وعلى ضوء هذه الاختصاصات الوزارة قامت فعلا بمجهودات لعقد اتفاقيات شراكة وللتنسيق والتعاون من أجل التمكن من تطوير النقل المدرسي في العالم القروي ودعم التجربة الحالية الناجحة التي عرفت تطورا ملحوظا في فترة وجيزة. شكرا سيد الوزير.